بسيط لعلم الآثار الغارقة حول حياة ريم من طالبة أكاديمية إلى أول امرأة ليبية تعمل كباحثة في مجال الآثار الغارقة بمدينة سوسة الأثرية، التي تعتبر ثاني أكبر المدن الرومانية في العالم لما تحتويه من معالم تاريخية. السبب أنا دائما نحب المغامرات، يعني نحب نغامر، نحب حاجة جديدة. فلما قريت شفت هيك الاثار الاغريقي الروماني البيزنطي كلها كمر علي، وكان نبي حاجه جديده، كانت فشد انتباهي تعريف هيك الاثار الغارقه، ففرحت يعني من الخطوه هذه. بديت سالت الدكاتره، سالت رئيس مصلحه الاثار كذا حد، يعني تواصلت مع دكاتره في مصر، فالحمد لله يا ربي توفقت فيه، وحاليا نكتب في الماستر ومشيت في خطوة تمام. عدم وجود تخصص الآثار الغارقة في الجامعات الليبية حال دون البقاء في ليبيا لتتجه ريم إلى جمهورية مصر بغية دراسة الماجستير في علم الآثار الغارقة، وتشارك بذلك في أول دورة غوص لها محرزة تفوقا ملحوظا عقب حصولها على النجمة الأولى في تدريبات الاستكشاف تحت أعماق البحر. طبعاً من الأول ما حطيت التخصص هذا في بالي ما فيش أي رفض من الأسرة، يعني خاصة من الوالد، يعني فبداية طبعاً كانت خذوني ندير دورة الغوص على حسابهم الخاص. فافتكرت إن لما نجي مرحلة الدراسة إن الدولة تساعدني، يعني نقرأ على حساب الدولة. فكان في ظروف في ليبيا أوكي، فترة حروب أوكي، فحتى دراستي كانت على حساب أهلي الخاص يعني. وإن شاء الله يعني حتى الماجستير كتبت الماجستير على حساب أهلي، الترجمة كل حاجة، يعني ما فيش دعم من الدولة مبدئيا، ممكن على حسب علشان قصة المشاكل. وحاليا وقفت على دراستي بسبب جائحة كورونا، لأن الحدود وهكي سكرا، وإن شاء الله حنستمر بإذن الله. رغم العقبات والصعاب التي تواجه ريم كأول امرأة ليبية متخصصة بمجال الآثار الغارقة، إلى أنها تطمح لإعداد دراسة متكاملة عن معالم مدينة سوسة الغارقة والعمل على إبرازها من خلال إنشاء ممرات بحرية تحت سطح الماء تتيح للزوار فرصة مشاهدة معالم المدينة الغارقة بأساليب متطورة قد تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.